ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. بص يا فندم، انا رحت اتظلمت البنت امبارح، تمام؟ تمام. فلقيت ورقة الاحياء الفرنساوي الكيمياء مش بتاعت بنتي، كان فين يا فندم؟ في انهي حته في مصر؟ في في 6 مدينة اكتوبر ولا 6 اكتوبر. 6 تمام. اكتوبر، ايوه تمام. الثلاث ورقات دول مش بتوع بنتي، نماذج الاجابة مش زي النموذج اللي بنتي كانت واخداه، تمام. عشان هي كان في 4 نماذج. بتكلم هناك بقول لك يا ماما هي دي نماذج الوزاره، احنا مش بايدينا حاجه، هم فعلا مش بايديهم حاجه لان دي نموذج وزاره، تمام. ايوه ايوه فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. انا بنتي 37%، يعني حتى طلع لها 10 درجات تاني 15 مش هينفعوها في حاجه، في الاخر توصل لكام؟ ل 50%. ماشي، يعني انا بوصل صوتي للمسؤولين، وبناء على حضرتك اللي بيحصل ده ظلم والله العظيم في اولادنا، لان اصلا نماذج الاجابه مش صح، وقسمت بالله العظيم ما هي صح. يعني يا بنتك دلوقتي انت بتقولي مظلومه وبتطالبي لحقها يرجع، يعني نموذج الاجابه انت متاكده ان مش بتاع بنتك؟ لا مش بتاعها، هو انت عارف هي امبارح هي بتناقش الاستاذ اللي واقف عليها، فبتقول له الامر 1 2 3، بيقولها يا ماما احنا ده نماذج الوزاره بناء على الكود اللي انت كاتباه. اصل بيدوم كود، ده الكود اللي انت كاتباه. قالت له ايوه ده اسمك. قالت له ايوه. طب انت مش مديلها الورقه الاصل، انت مديلها صوره. ايوه. ماشي، 3 ورقات اللي هي بتاع الكيمياء الفرنساوي الاحياء دول مش بتوع بنتي. طب انت كان اديك معاكي عليك حد تاني نفس القصه كده؟ كتير ناس كتير هناك، لدرجه ان احنا عملنا بث مباشر مع قناه العربيه، تمام، والشرقيه امبارح. التليفون برضو زي حضرتك كده، وكله اتكلم معاهم وادوا ارائهم، يعني كتير. طيب انت دلوقتي ما عملتيش اي محضر في الشرطه او اثبتتي حاله؟ اصل بص، انت تخش جوه، انت طالما دخلت تمضي قبل ما تطلع، تمضي يعني وخلاص. انت ليك مضيتي للورق بتاعك. مش هو انت مضيت وكتبت رايك على ورقه بيضاء وقدمتها؟ ايوه انت مضيتي، ما اصل انت مضيتي وطبعا امبارح كان في واحد مش عارفه وكيل ايه في التعليم برضو في حلوان، ولا مش عارفه في انهي محافظه، برضو جاي يتظلم لبنته، اجبروه ان هو يمضي. طب انت ناويه تعملي ايه يا فندم؟ ايه ناويه تعملي ايه؟ هتعملي ايه مع بنتك؟ والله العظيم انا ما عارفه اعمل ايه. انا نفسي يوصل صوتي للمسؤولين كده. انا كده بنتي دلوقتي ايه مصيرها؟ يعني انا بنتي لو على نماذج الاجابه اللي جات لها في اللجنه وحلت فيها، المفروض ان بنتي كده واخده 85%. يعني انت عارف حضرتك 85%. والله يا فندم احنا بنطالب زيك برضو لبنتك اللي ان شاء الله وغيرها كتير من المصريين. اصلي انا بنتي، بص يا فندم، انا بنتي في اولى سنه وفي ثانيه سنه وطالعه المتوسطه على الجمهوريه والاولى على بني سويف، لا اله الا الله. تمام. ازاي بقى يجيني بعد كل ده الاقي 37%؟ يعني امبارح انت عارف ما رضوش يطلعوا لي الورق الا ما قلت لهم ده انا بنتي طالعه كذا 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 كذا، لو ما طلعوا لي الورق من جوه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. فاهم قصدي؟ فانا مش عارفه اتصرف ازاي، يا ريت صوتي يوصل للمسؤولين، واحنا مش هنوصل انا بس. صوتك ان شاء الله ان شاء الله. اقسم بالله العظيم لو تنزل مدينه اكتوبر تلاقي الناس حالها يصعب عليك. انا ما معيش امكانيه ان انا ادخل بنتي جامعه خاصه هنا، وفي الاخر 50% هدخلها جامعتي بس. فهموني والله يا امي، انا مش عارف اقول لك ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، وان شاء الله نحاول نوصل صوتك، ويا ريت يا جماعه كل اللي بيسمعنا يشير الفيديو ده عشان كله يا يوصل ريت يا للمسؤولين، ريت ويا والله ريت يا ريت صوتنا يوصل للمسؤولين، والسيد رئيس الجمهورية يلاقي حل لأولادنا كلنا مش بنتي بس. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. ماشي يا فندم، شكرا ماشي. شكرا. سلام عليكم. سلام عليكم.